بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله دوت او دي السيشن نمبر 2. لو رجعت طبعا للسيشن نمبر 1 كنا اتكلمنا فيها عن قاعدة البيانات كمفهوم بشكل عام، وكنا شرحنا فيها معنى كلمة سيرفر ويعني ايه ريسورس مشترك ما بين اكتر من كلاينت او اكتر من يوزر، تمام. وكنا اتكلمنا برضو عن مفهوم السيرفر وعرضنا لكم من بعض اشكال السيرفرات، وكان في برضو شكل مبسط اللي هو خاص بالسيرفر او السيرفر اللي عليه ريسورس مشترك اللي هو الداتابيس، اللي هو كان تقريبا اول شكل في الاشكال اللي عرضناها عليكم، تمام. والكلاينتس اللي كانوا بيكونكتوا على السيرفر دوت عشان يبدأوا يشتركوا في نفس الريسورس او نفس قاعدة البيانات، وكنا شرحنا ليه احنا بنعمل الفكرة ديت وايه علاقة السيكوال سيرفر بالموضوع ده. قبل ما ابدأ معاك السيشن دي، طبعا انا في السيشن دي هبدأ معاك ادخل معاك على طول في الانجن بتاع السيكوال سيرفر. طبعا كلمة انجن او داتابيس انجن دي اعرفها دايما انها عبارة عن محرك قاعدة بيانات، فلما اقول لك سيكوال سيرفر انجن، تمام، فانا بقصد مين؟ بقصد قاعدة البيانات او بقصد محرك قاعدة البيانات بتاعة السيكوال سيرفر الخاص بمايكروسوفت. لما انا بكلمك عن اوراكل داتابيس انجن، فانا كده بكلمك عن الداتابيس الخاصة بمين؟ بشركة اوراكل، وهكذا. المهم انا عايزك قبل ما اتكلم معاك او قبل ما ادخل معاك في السيكوال سيرفر، احب اكلمك عن شخص اسمه مستر ادجار كود. ادجار كود دوت، طبعا المفروض ان انت لو حتى لو جيت تابعت المحاضرة اللي هي خاصة بالترانزاكت سيكوال تقريبا، اللي هي ديت تقريبا، بص كده في نظرة تاريخية سريعة عن لغة اس كيو ال، تمام. العالم او الساينتست اللي اسمه ادجار كود دوت كان جه في فتره من الفترات كانوا لجأوا له، تمام، في حل مشكله او حل مشكله الفلات داتابيس اللي كانت موجوده ايام الستينات. المهم فضل في مرحله من التطوير لغايه زي ما احنا كده بنقول بالبلدي وصل لحرس سد، تمام، وماتت الفلات داتابيس على الوضع اللي كانت عليه، وما كانش ينفع تتطور اي تطور او يتم تعديل فيها اي حاجة بحيث ان المشاكل اللي جواها تتحل. كانت من ضمن المشاكل دي ان انت كنت بتفتح شيت زي شيت الاكسل كده، تمام، ما فكانش في حاجة عنده اسمها جداول، كانت الداتابيس كلها عبارة عن جدول واحد، فكنت بتحط كل البيانات مع بعضها، المتجانس مع غير المتجانس، تمام، والملائم مع غير الملائم، وهكذا. وكان دوت طبعا بينفي الكلام اللي احنا قلناه في سيشن نمبر 1، اللي هو لما انا قلت لك ان الجدول دوت لازم يكون كل مجموعه جداول او كل جدول فيه مجموعه من البيانات متجانسه او متشابهه في شيء معين او موجهه لخدمه غرض معين. المهم جه هو في اواخر الستينات او في بدايه او مطلع السبعينات تقريبا، عمل حاجه اسمها ريليشنال داتابيز. الريليشنال داتابيز دي طبعا اللي احنا بنشتغل عليها سواء كانت مايكروسوفت سيكوال سيرفر داتابيز انجن، باختلاف بقى الفيرجن نفسه كان 2005 ولا 2008 او 2000 او ما قبل ذلك، تمام. كان برضو من ضمن الريليشنال داتابيز ديت عندي الداتابيز بتاعت اوراكل، تمام، غير طبعا ان انا تم استحداث حاجه بعد كده اسمها اولاب داتابيسز، ودي اتكلمنا عنها كويس خالص اثناء شرحنا في الكورس نفسه. من ضمن النقط اللي انا عايز اوضحها لك قبل ما ندخل على السيكوال سيرفر، طبعا انا فكرتك بس بادجار كود من باب التذكره وايه علاقته بالريليشنال داتابيس، وطبعا هو من المساهمين بل من المؤسسين للار دي بي ام اس اللي هي ريليشنال داتابيس مانجمنت سيستم، اللي طبعا للاطلاع زيادة على الأسس والكونسبتس اللي وضعها إدجار كود، كان بإمكانك إن أنت تسيرش على بوك اسمه Fundamentals of Database Systems لمين؟ لمستر إدجار كود. قبل ما أدخلك على السيكوال سيرفر عايز أوضح لك شوية مفاهيم. في حاجة اسمها سيكوال سيرفر اكسبريس اديشن، وفي حاجة اسمها سيكوال سيرفر بروفيشنال اديشن، وفي حاجة اسمها سيكوال سيرفر
ديفلوبر اديشن، تمام. وطبعا عندي حاجه اسمها الانتربرايز اديشن. ايه الفرق ما بين الثلاثه؟ انا بقى مش هقول لك ايه الفرق ما بين ثلاثه ولا ايه الفرق ما بين الاربعه، انا هحط لك الاكسبريس اديشن ده في كفه والثلاثه التانيين في كفه واحده، تمام. انت طبعا بامكانك تدخل على مايكروسوفت، على الام اس دي ان بتاعت مايكروسوفت، وتبدا تشوف الديفرنسز اللي ما بين مين، اللي ما بين الاكتر من اديشن دول. ولكن الاكسبريس اديشن في نقطتين. الاكسبريس اديشن عامل زي البرامج الديمو اللي هي بتنزل للعرض والتجربه فقط، تمام، يعني مش برامج شغل. يعني لو الداتابيس بتاعتك حست ان الانجن اللي بيتحكم فيها سيكوال سيرفر الاديشن الاكسبريس، لن تزيد مساحه قاعده البيانات عن 4 جيجا بايتس. تاني، لو الداتابيس بتاعتك حست ان الانجن اللي بيديرها، اللي بيتسبب في ادارتها، هو السيكوال سيرفر الاكسبريس اديشن، قاعده البيانات او الانجن نفسه مش هيسمح لك تستور اي بيانات او تخزن اي بيانات تخلي مساحه القاعده اكبر من 4 جيجا بايتس، بعكس الاديشنز التانية اللي هم الثلاثة التانيين، سواء الديفلوبر ولا البروفيشنال ولا الانتربرايز اديشن، تمام. دي نقطة. النقطة التانية زي ما قلت لك انه عامل زي البرامج الديمو، ده نازل اساسا للعرض بس. النقطة التالتة في الديفرنسز اللي ما بين ده كله، ان انت ما عندكش حاجة اسمها مانجمنت ستوديو، يعني ما ينفعش، ما عندكش انترفيس معينة تدخل زي كده. ده اسمه ايه؟ اسمه سيكوال سيرفر مانجمنت ستوديو، عشان انا بشتغل على اديشن اسمه سيكوال سيرفر ديفلوبر اديشن، تمام. في الاكسبريس انت ما عندكش انترفيس زي اللي هتظهر قدامك دي، او ما عندكش كنترولز، او ما عندكش تولز، او ما عندكش جي يو اي او اللي هي جرافيكال يوزر انترفيس لاداره السيرفر بتاعك، واداره البرميشنز، واداره اليوزرز، واداره الداتابيس نفسها. ده الاكسبريس اديشن ده بيبقى حاجه انتجريتد كده او انكلودد جوه الفيجوال ستوديو، بينزل كده مع الفيجوال ستوديو. اعتبر كده الموضوع عباره عن ما هو الا ايه، زي تجربه او اعلان، مش اكتر من كده. اعتبرها بروباجندا لمين؟ للسيكوال سيرفر نفسه، باختلاف طبعا الاديشن عن سوري باختلاف الاكسبريس اديشن عن الثلاثه التانيين في موضوع الايه، المانجمنت ستوديو. التانيين فيهم مانجمنت ستوديو، وتقدر تكونكت على الداتابيس انجن، وتقدر تمانج اليوزرز اللي بيكونكتوا على الداتابيس وكونكتوا على السيرفر، وتبدا بقى تشوف الجداول، وتبدا كل حاجه تحس انها ايه، فيزيكال في ايديك، حاجه ماديه ايه في ايديك، تمام. ده بالنسبه للايه، للفروقات اللي ما بين الاديشنز، بس بشكل ايه، بشكل سريع شويه، تمام. ولو جيت برضو اطلعت كده معايا، تمام، خد بالك احنا فين دلوقتي، احنا على موقع مايكروسوفت نفسه، تمام، موقع مايكروسوفت اهو، تمام. وهنا انا فتحت البيج الخاصه بمين، مايكروسوفت سيكوال سيرفر، تمام. فبيقول لي ايه، بيقول لي سيكوال سيرفر 2005 الايه، الفيتشرز بتاعه الاديشنز الخاصه مين، الخاصه بمين، بسيكوال سيرفر فيرجن 2005، تمام. فحتى بص بقى، تعالى كده شوف هو بيقول ايه اساسا. بيقول لي ان انت عندك دلوقتي اديشن اسمه الاكسبريس، واديشن تاني اسمه الورك جروب، واديشن اسمه ستاندرد، والاديشن اللي اسمه انتربرايز، تمام. فبيقول لك من ناحيه البرفورمانس بقى، هو دلوقتي بيقارن من ناحيه ايه، من ناحيه البرفورمانس او الكفاءه. فبيقول لك نمبر اوف سي بي يوز، اللي هي ايه، عدد الاجهزه اللي تقدر تكونكت على السيرفر اللي هو من نوع اكسبريس اديشن. فبيقول لي عدد الاجهزه هنا واحد، ما ينفعش غير الجهاز اللوكال الحالي هو الوحيد بس اللي يقدر يكونكت على سيرفر من نوع اكسبريس اديشن. فدي طبعا من ضمن العيوب. في الفيرجن الخاص بالورك جروب ما ينفعش غير اتنين، في الستاندرد فيرجن ما ينفعش غير كام، اربعه. اما في الانتربرايز اديشن، ايه اللي يحصل بقى؟ طبعا الانتربرايز اديشن دوت هو المفروض يكون عند العميل، تمام. يعني انت يوم ما تركب عند العميل، ما تركبش الديفلوبر ولا البروفيشنال، انت بتركب مين ولا اي حاجه من ده كله، ده كل اللي بتركبه الانتربرايز اديشن.
لسبب، لأن عدد الأجهزة اللي هيقبلها السيرفر ده أو الإنجن بتاع السيرفر ده هو نفس العدد اللي هيقبله الأوبريتنج سيستم اللي متسطب على نفس السيرفر. يعني افترض إن أنت مسطب على السيرفر بتاعك أوبريتنج سيستم اسمه ويندوز سيرفر 2003، سي إن ويندوز سيرفر 2003 دوت بيقبل عنده مثلا 1000 كلاينت. إذا السيرفر بتاعك دلوقتي الإنتربرايز دوت هيشيل كام؟ يقدر يكونكت عليه من بره 1000 كلاينت. الاوبريتنج سيستم ما يقبلش 1001، يبقى خلاص الانتربرايز اديشن بتاعك بتاع سيكوال سيرفر ما ايه، ما يقبلش برضو ال 1001. الرام بتاع السيرفر انا محتاج هنا كام؟ 1 جيجا بايت، وهنا محتاج 3. في الستاندرد وفي الانتربرايز معاك بقى لغايه ما الايه، لغايه ما الاوبريتنج سيستم بتاعي يقول لي انا كده استكفيت. تمام. اللي يهمني تاني الداتا بيس سايز، زي ما قلت لك ان انا عندي في الايه، في الاكسبريس ما بتزيدش عن 4، وفي الورك جروب وفي الستاندرد وفي الانتربرايز نو ليميت، مفيش، انا كده خلاص انليميتد سبيس او انليميتد سايز معايا، انا براحتي كده اب تو بقى 1 تيرا بايت وايه واكتر. ولكن الاختلاف عندي فين دلوقتي؟ وممكن تقول لي خلاص ده دول بقوا زي بعض اهو، بس خد بالك كام سي بي يو يقدر يكونكت على الكلام ده؟ طبعا الكلام دوت متوضح قدامك في الجدول. عموما اللينك اللي قدامك دوت ايه، بدخل عليه بعدين وشوف الامور فيها تبقى ماشيه ازاي. المفروض اول ما فتحت السيكوال سيرفر ظهرت لك الشاشه اللي قدام حضرتك دي. ايه بقى الكلام الكتير ده؟ في حاجات هنتفق عليها عشان تبقى حاططها في دماغك، شوية مفاهيم حطها في دماغك من دلوقتي عشان هنكررها كتير. وانت بتسطب السيكول حصلت معاك حاجتين، مرة سألك، يعني بص كده، طبعا الشاشات دي بالترتيب كده وانت ايه، وانت بتعمل سيت اب للسيكوال. بص بقى، من اولى المفاهيم اللي هنبدا نتكلم عنها حاجه اسمها الايه، الانستنس او السيكوال انستنس. فحضرتك وانت بتعمل سيت اب، اثناء ما حضرتك بتعمل سيت اب للسيكوال سيرفر 2005 كانت ظهرت قدامك الشاشه دي. تمام. الشاشه دي بقى بتتكلم عن ايه؟ بيسالني هنا عن الانستنس نيم، بيقول لي يو كان انستول ا ديفولت انستنس اور يو كان سبيسيفاي and a named instance. بيقول لي provide a name for the instance. يعني ايه كلمة instance اساسا؟ instance دي عبارة عن نسخة تانية. تمام؟ نسخة تانية من السيكوال سيرفر، يعني انت ممكن ينفع تسطب اكتر من instance على نفس المكنة، على نفس الماشين اللي حضرتك بتشتغل عليها. يعني ممكن السيرفر بتاعك وليكن مثلا اسمه احمد، اسم السيرفر نفسه، انا هوريك طبعا ازاي تعرف اسم السيرفر وتحدده ازاي. بافتراض ان اسم السيرفر بتاعك دلوقتي اسمه احمد،
فممكن يكون عندك سيكوال سيرفر 2005 عليه قاعدة بيانات باسم سين، وانت عايز الناس اللي هتكونكت على سين، سوري، او الناس اللي هتكونكت على السيرفر اللي اسمه احمد، مش كلهم يشوفوا سين، فئة معينة هي اللي تشوف قاعدة البيانات اللي اسمها سين، تمام؟ والناس التانية اللي مش هيشوفوا سين عايزهم يشوفوا قاعدة بيانات اسمها صاد، وده ببرميشن يختلف عن ده يختلف عن ده يختلف عن ده، تمام؟ فالحل ساعتها ان انت هتقدر ان انت هتضطر تسطب اكتر من نسخة سيكوال على نفس المكنة او على نفس السيرفر، تمام؟ فالنسخة او الانستنس اللي هي الديفولت اللي هتنزل معاك اول مرة مش هيبقى فيها اي مشاكل. النسخة التانية لو انت بتسطب السيكوال سيرفر ده لتاني مرة على نفس المكنة وجيت قلت له ديفولت انستنس وقلت له نيكست، هيبدأ يعترض عليك ويقول لك لا ده انت عندك اساسا انستنس ايه شغالة، تمام؟ اما لساعتها لازم تقول له ايه، تقول له نيمد انستنس، انا بقى هبدأ اسمي الانستنس الجديدة دي. فالانستنس الجديدة دي لما يجي كونكت عليها اليوزر اللي انت مش عايزه يشوف قاعدة البيانات اللي اسمها سين، ساعتها هتقول له كونكت على السيرفر اللي اسمه احمد، ولكن خد باك سلاش، تمام؟ وهوريك يا ازاي تكتب الكلام ده كويس. باك سلاش واكتب لي اسم الانستنس اللي انت هتكونكت عليها، ولتكن مثلا سيكوال صوت، تمام؟ وهكذا. يبقى انا دلوقتي فهمت موضوع الانستنس. الانستنس ده عبارة عن ايه؟ بص بيقول لك بروفايد ا نيم فور ذا انستنس فور ا ديفولت انستليشن، لو انت بتتكلم على الانستليشن او التركيب الافتراضي، كليك ديفولت انستنس اند كليك اي نيكست تو ابجريد ان اكزيستنج ديفولت انستنس كليك اي ديفولت انستنس. يبقى خد بالك بقى ان انت لو سبت ديفولت انستنس وانت اول مره تعمل سيت اب للسيكوال هينزل لك الديفولت انستنس، لما يكون عندك سيكوال وانت مسطبه على انه ديفولت انستنس وجيت تسطبه لتاني مرة على انه ديفولت انستنس، هيعمل ابجريد للديفولت انستنس اللي كانت راكبة في الاول. To upgrade an existing named instance select named instance and specify the instance name. يعني انت عملت مثلا انستنس اسمها نجم ودي اول مرة تنزل، ساعتها هتنزل بشكل طبيعي، لكن لو انت جيت عايز تعمل ابجريد في ملفات وقعت من الانستنس دي، وانت عايز تعمل ابجريد لمين؟ للانستنس دي، ايه اللي هيحصل وقتها؟ هتجيله كده على النمد انستنس، تكليك عليها وتكتب له نجم او اسم الانستنس اللي انت عايز تعمل لها ابجريد، تمام الكلام؟ طيب دي كانت اول ايه او اول مفهوم عندي. تعال ندخل على المفهوم اللي بعده في الشاشة اللي هي رقم 8. الشاشة رقم 8 دي بقى بتقول ايه؟ بيسألني هنا عن حاجة اسمها authentication mode، تمام؟ بيقول ايه هو الاثنتيكيشن مود ده؟ بيقول لي الاثنتيكيشن مود satisfies the security used when connecting to mean to SQL server. ان الاثنتيكيشن مود او مستوى او وضع الحماية او وضع السكيورتي او وضع الامان اللي هو اللي اسمه الاوثنتيكيشن مود، بيحدد مستوى الامان والحمايه للي بيكونكت على السيرفر. انا عندي نوعين من الاوثنتيكيشن مود، في حاجه اسمها ويندوز اوثنتيكيشن مود وفي حاجه اسمها ميكسد مود. الميكسد مود دوت عباره عن ايه؟ خليط ما بين الويندوز اوثنتيكيشن اند سيكوال سيرفر ايه اوثنتيكيشن. وانت بتسطب هتلاقي مين؟ هتلاقي الاختيار هنا، هتلاقي الراديو باتون اللي فوق دوت اللي هو وينز اوثنتيكيشن مود هو اللي ايه متاكتف، وهتلاقي ده ديسابلد اللي هو ساتسفاي ذا اس اي لوجن باسورد بيلو، هتلاقي دوت ديسابلد. بالراحه بقى في الكلام ده. الويندوز اوثنتيكيشن مود اساسا وانت بتفتح السيكوال سيرفر مطلوب منك ان انت تكتب اليوزر نيم اللي انت هتكونكت بيه،
ومطلوب منك انك تكتب الباسورد الخاص بنفس اليوزر نيم اللي انت هتكونكت بيه. ما هو ده طبيعي، انت راجل كلاينت هتكونكت على سيرفر، هتدخل تعمل حاجة جوه، يبقى لازم تدخل بايه؟ يوزر نيم وباسورد. لو انت قلت له انا عايز ادخل بالويندوز اوثنتيكيشن مود، ايه اللي هيحصل؟ هيروح الانجن بتاع السيكوال، هيبدأ يعمل ايه؟ يعرف انت داخل على الويندوز او الاوبريتنج سيستم بتاعك بانهي يوزر نيم. والله انت اليوزر نيم بتاعك دلوقتي زي ما هو مكتوب قدامك كده اسمه ايه؟ اسمه ادمنستريتور. طب انا اروح بقى اسأل مين؟ إدارة المستخدمين الموجودة فين؟ في الكنترول بانل. ما انت لو جيت كده في الكنترول بانل بتاع حضرتك، وجيت هنا هتلاقي حاجة اسمها ايه؟ اسمها يوزر اكاونتس. والله هدخل انا بقى في اليوزر اكاونتس دي وابدأ استعلم عن مين؟ عن الادمنستريتور، واعرف صلاحيات الادمنستريتور على المكنة، وبناء على صلاحيات الادمنستريتور على المكنة هبدأ اديله مين؟ صلاحيات على السيرفر، ولكن برضو الصلاحيات مقننة. ده الكلام ده بالنسبة للويندوز اوثنتيكيشن مود. تعالى بقى ندخل على المين؟ على الميكسد مود. الميكسد مود في الاتنين، في الويندوز اوثنتيكيشن مود وفي السيكوال سيرفر اوثنتيكيشن مود. ولكن تعالى هنا في نقطة مهمة، هو هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي انتر باسورد، وهنا بيقول لي كونفير باسورد. طب انا الباسورد دوت لمين؟ انا بدخل، انا متعود دايما ان انا حتى لما بعمل ايميل جديد ايه اللي بيحصل؟ بكتب اليوزر نيم ثم الباسورد، وكونفيرم بقى الباسورد ايه؟ لا كونفيرمها 100 مره، بس المهم في يوزر نيم بيدخل له الايه؟ الباسورد ده. لكن في الوضع اللي قدامي انا بدخل باسورد بس، مين اليوزر ده؟ لو انا جيت هنا قريت كده بيقول لي ايه؟ specify a the sa login password below sa. اليوزر اللي انت بتدخل له الباسوردز دي اسمه ايه؟ اسمه sa، اختصار ل system administrator، تمام؟ مدير النظام. خلاص، يبقى انا المدير الافتراضي اللي بينزل مع السيكوال سيرفر اسمه ايه؟ اسمه اس ايه. ما هو بديهي كده، انت عايز تدخل على السيرفر بعد ما بتعمل له سيت اب، هتدخل تكريت يوزر جديد وتكريت بيرميشنز جديده، تمام، وتكريت داتابيس جديده، وتبدا تعدل في السيرفر يمين وشمال. انت محتاج صلاحيات اداره عاليه عشان تعمل ده كله. فالسيكوال سيرفر قال لك ان انا عندي يوزر افتراضي هو المدير بتاع السيستم اسمه اس ايه، كل ما عليك انك هتدي له باسورد خاصه بيك انت 1 2 3 مثلا، لغايه ايه؟ لغايه ما تحب. المهم ادي له باسورد تكون حافظها. يبقى انا دلوقتي المفهومين اللي عايز حضرتك تفهمهم كويس هم الانستانس ومين والاوثنتيكيشن مود. تعال ندخل لمين؟ للسيكوال سيرفر تاني. بص هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي ويندوز سيرفر سيستم. يعني ايه؟ انا مش داخل على سيكوال سيرفر. انت داخل على سيكوال سيرفر زي الفل، اهو قدامك، اهو الراجل كاتب لك سيكوال سيرفر، حتى هنا بيقول لك ايه فوق؟ مايكروسوفت سيكوال سيرفر مانجمنت ستوديو. ولكن بيقول لك هو يحبذ دايما، مش يحبذ، ده هو ده المفروض الصح، ان انت طول ما انت عندك سيرفر لازم يكون عليه ويندوز سيرفر سيستم. يعني ايه ويندوز سيرفر سيستم دي؟ كلمه لغايه ويندوز سيرفر دي، فانت عندك ويندوز سيرفر 2003 مثلا و2008. هو لما بيكلمك عن ويندوز سيرفر سيستم فبيقول لك ان المفروض المكنه اللي هي السيرفر يكون عليها اوبريتنج سيستم خاص بمين؟ بالسيرفرات. يعني ما ينفعش تحط لي اكس بي على السيرفر. الكلام ده ايه؟ مش مظبوط. تعالى ندرس شاشه اللوجن اللي قدامنا دي. هو كاتب لي في التايتل بتاعها ايه؟ ان الشاشه دي طلعت عشان اكونكت تو سيرفر. اكونكت تو سيرفر، طب انا ما عنديش سيرفر، انا في الوقت الحالي ما عنديش سيرفر. ما دام السيكوال سيرفر اتسطب على جهاز، اذا الجهاز ده بقى سيرفر. خدها قاعده، ما دام في سيكوال سيرفر على جهاز اتسطب، سواء بقى فيرجن 2000 2005 ايا كان،
ده بقى ايه؟ بقى سيرفر. اول حاجة بيسألني عن السيرفر تايب. تعالى كده نشوف الكومبو بوكس دي بيقول فيها ايه. بيقول لي السيرفر اللي انت هتكونكت عليه ده داتابيس انجن ولا اناليسيس سيرفيسز ولا ريبورتنج سيرفيسز ولا سيكوال سيرفر موبايل ولا انتجريشن سيرفيسز. طبعا اللي احنا بنشتغل عليه مين؟ الداتابيس انجن. احنا بنشتغل او بنكونكت دايما على محركات قواعد البيانات. طيب هيجي يسألني عن السيرفر نيم. لو انا كتبت له دوت بالشكل اللي قدامك ده ايه اللي حصل؟ دوت بالنسبة له بالشكل ده معناها ان انت بتقول له كونكت على السيرفر الحالي اللي انا بشتغل عليه ده. طب انا مش هكتب دوت، انا عايز اكتب اسم السيرفر صراحة كده. هجيب اسم السيرفر ده منين؟ تعالى كده رايت كليك على ماي كمبيوتر واقول له بروبرتيز. تمام، ظهرت لك الايه؟ الكلام اللي قدامك ده بيقول لك ان انت شغال على مايكروسوفت ويندوز اكس بي بروفيشنال فيرجن 2002 سيرفيس باك 2 ريجسترد 2 كذا واللايسنس والكلام ده كله، ودي الامكانيات بتاع الجهاز اللي انت بتشتغل عليه. لغايه دلوقتي مفيش حاجه هنا تدل على اسم السيرفر او اسم الكمبيوتر. لو جيت دخلت هنا على الكمبيوتر نيم فبيقول لي يور فول كمبيوتر نيم از ايه؟ نايل ان اي ال اي. مالكش دعوه بالدوت الاخيره دي، الدوت الاخيره دي بره الموضوع، اعتبرها دي زي فول ستوب كده. تمام، ولكن انت على سيرفر اسمه ايه؟ اسمه نايل، او الكمبيوتر نيم بتاعك الحالي اسمه نايل ان اي ال اي. عايز تغيرها؟ تعالى تحت كده بيقول لك تو رينيم ذيس كمبيوتر اور جوين ا دومين كليك تشينج. انت بقى عايز تغير الدومين تبقى ممبر لدومين تاني، تبقى ممبر في ورك جروب، الكلام ده ملناش دعوه بيه. المهم انا عندي هنا ايه الكلام ده، طبعا اللي تحت ده خاص بالنتورك والكلام ده كله. المهم انا هنا ممكن اغير الكمبيوتر نيم واخليه مثلا احمد مثلا، ايا كان بقى. المهم انا دلوقتي عرفت اغير الكمبيوتر نيم بتاعي ازاي، وعرفت اساسا اعرف مكانه منين إيه. كنسل كده وارجع معايا لمين؟ للسيكوال سيرفر 2005. فبيقول لي السيرفر بتاعك اسمه ايه؟ اسمه نايل. تمام، الاوثنتيكيشن مود بقى. تعالى كده افتح الكومبو بوكس ويندوز اوثنتيكيشن، لقيته عمل لي ديسيبل لمين؟ للكلام اللي تحت. انت لو جيت لي هنا اساسا وافتكرت الشاشه دي وانت بتعمل سيت اب كويس، لو هو معلم هنا مش عايز يوزر نيم وباسورد، ما هو ياخد اليوزر نيم بتاع الباسورد بتاع مين الخاصه بمين، باليوزر او بالاكونت اللي انت داخل من خلاله على مين؟ على المكنه. تمام، طب لو جيت رجعت وعملت سيكوال سيرفر اوثنتيكيشن، ساعتها بقى ده هيطلب منك اليوزر نيم وهيطلب منك الباسورد. كلمه اللوجن هنا بالنسبه له تمثل مين؟ تمثل اليوزر نيم. طب نفس السؤال هنساله تاني، لو انت جيت علمت هنا وسبتها له فاضيه، ولا جيت انت اساسا ما قلتلوش ان انا بشتغل على الميكسد مود، انت كده تعتبر لبست في الحيط. تمام، اللي هو انت اساسا لما انت هنا في السيت اب قلت له انا هشتغل على الويندوز اوثنتيكيشن مود، عمره ما هيسمح لك ان انت تدخل على السيرفر بمين؟ بالسيكوال سيرفر اوثنتيكيشن. دي قصه ودي قصه تانية خالص، ده موضوع وده موضوع. تمام، لكن لما بتقول له ان انا هشتغل على الميكسد مود في السيت اب، هيسمح لك مره ان انت تدخل بالويندوز حسب ما تحب، ومره تانيه هيسمح لك ان انت تدخل بالسيكوال سيرفر اوثنتيكيشن برضه حسب ما تحب. المهم ان انا هاجي هنا اللوجن نيم بتاعي اسمه ايه؟ المفروض حضرتك تكون فاكر ان اسمه اس ايه، اختصار لسيستم ادمنستريتور. تمام، الباسورد بتاعي اللي انا عملته، تمام، هقول له ريمبر ماي باسورد مثلا واقول له ايه؟ كونكت. ما دام ما اعترضش بدأ هو يدخل على مين؟ على السيرفر. فهو هنا حتى كتب لي ايه؟ كتب لي ان انت داخل على سيرفر اسمه نايل، المكنه اللي انت واقف عليها دلوقتي اسمها نايل، انت داخل على سيكوال سيرفر فيرجن 8.0، تمام، 8.0.194. تمام، اليوزر اللي انت داخل بيه اسمه اس اي. دي بيانات الاتصال بتاعتي.
طيب لو انا عايز اغير اليوزر اللي انا داخل بيه او ادخل على سيرفر تاني، بص حتى هوريك حاجة لطيفة خالص. دلوقتي انا الداتا بيس اللي عندي اسمها ايه؟ الكلام ده هنشرحه تاني، انا اشرحه لك الكلام ده بالتفصيل، بس عايز افرق لك ما بين شوية حاجات. لما انا دخلت في التري اللي عندي بتاع الداتا بيسز، قال لي ان انت عندك داتا بيس اسمها 1 2 3، وداتا بيس تانية اسمها اتش تي بي او اس، وداتا بيس اسمها نورث ويند، وداتا بيس اسمها ايه؟ بابلشرز او بابس. تمام؟ طب تعال اقول له من فايل كده واقول له ديسكونكت، اعمل لي ديسكونكت على السيرفر ده، حتى هو قال لي نو سيرفر ايه كونكشن، يو ارنت كونكتد تو ا سيرفر، واقول له تعالى كونكت لي على سيرفر جديد بقى، بلاش سيرفر جديد، انا عايز اقول له كونكت لي على نفس السيرفر بس انا عندي انستنس تانية. فاكر طبعا موضوع الانستنس التانية دي، عندي انستنس اسمها سيكوال 05، وادي هدخل برضو عليها بالاس ايه، واقول له ريمبر باسورد، واقول له ايه كونكت. لو جيت دخلت في الداتابيس، الله ده مش موجوده الداتابيس اللي كانت موجوده من شويه، ارجع بقى بالفيديو كده لورا سنه، حتى هو هنا بيقول لك ايه، انت على الجهاز اللي اسمه نايل، تمام، بس انت على انهي انستنس؟ انت على انستنس سيكوال 05، تمام. وبص بقى، تختلف هنا في الفيرجن بتاع السيكوال سيرفر، لان الانستنس اللي عندي اللي انا على الجهاز الحالي اللي انا بسجل لك من عليه، الانستنس اللي اسمها نايل بس اللي واخده نفس اسم السيرفر دي، بتشتغل على سيكوال سيرفر 2000، اما الانستنس بتاعت سيكوال 05 بتشتغل على بتشتغل على الانجن بتاع سيكوال سيرفر 2005 اللي هو الفيرجن بتاعه 9.0.1399، تمام، بنفس طبعا اليوزر نيم. خلاص، ايه اللي حصل؟ اللي حصل دلوقتي ان انا عندي في الانستنس اللي فاتت ليها شغلها لوحده، ليها الداتا بيسز بتاعتها وليها اليوزرز بتوعها وليها كل حاجتها لوحدها، كانك بتتكلم في جهاز وجهاز تاني خالص. اما الانستنس اللي معايا دي لا، الوضع يختلف، هنا في حاجه وهنا في حاجه، وطبعا اكيد كده وضحت بالنسبه لك رؤيه الانستنس على السيرفر، تمام. المهم هقفل انا معاك دلوقتي السيكوال سيرفر، تمام، والسيت اب ده كله، وافتحه لك تاني بكل بساطه كده. انا هكونكت على سيرفر تايب اسمه داتابيس انجن، تمام، وهكونكت على السيرفر الفلاني اللي اسمه نايل، ولكن باك سلاش واكتب اسم الانستنس اللي انا هكونكت عليها، تمام. لكن لو انت ما عندكش انستنس في البيت او ما عندكش انستنس على السيرفر اللي انت بتكونكت عليه، الكلام ده كله ملوش لازمه، تمام. ولكن انا عشان هنا في الجهاز اللي انا بسجل من عليه عايز اكونكت على الانستنس اللي اسمها سيكوال 05، هكونكت عليها بالشكل ده، واقول له هشتغل على السيكوال سيرفر اوثنتيكيشن، واقول له ان الباسورد بتاعتي بالشكل ده، واقول له ريممبر ماي باسورد عشان مش كل مره يسالني عليها. هتشوف كده، تعالى لو دخلنا في الاوبشنز، طبعا اللوجن دي اللي انا كنت فيها من شويه، تعالى كده بقى نشوف الكونكشن بروبرتيز اللي هي الايه دي. بيقول لي انت عايز اول ما تدخل تكونكت على مين؟ الداتابيس بتاعتك. تايب اور سيلكت ذا نيم اوف داتابيس فور ذا كونكشن. هل في ديفولت داتابيس انت عايز تكونكت عليها؟ كلمه ديفولت بالنسبه له دي اللي مكتوبه عندك في الكونكت تو داتابيس، بيكونكت على داتابيس اسمها ماستر. هوريك موضوع دلوقتي، تمام، مقال من ضمن المقالات اللي انا كتبتها بكلمك فيها عن الداتابيس الافتراضيه اللي موجوده على السيكوال، بس في الاول خالص لازم اعرفك الشاشه اللي قدامك دي، تمام. بعد كده بيقول لي ايه، بيكلمني بقى على النتورك، بيقول لي النتورك بروتوكول اللي انت ايه هتكونكت من خلاله، هل هو شيرد ميموري ولا تي سي بي اي بي ولا نيمد باي بيس. الكلام ده طبعا يفهمه اكتر مني ومنك السبيشاليست مين بتاع النتورك.
اللي يهمك برضو الكونكشن. هل انت لو السيرفر اللي انت بتكونكت عليه ده مقفول، ولا مثلا انت في ايرورز في اللوجن داتا اللي عندك او اللوجن ديتيلز اللي انت بتكتبها دي، انت عايز التايم اوت بتاعك يكون قد ايه؟ يعني ايه كلمة تايم اوت؟ تايم اوت دي هتقابلنا كتير على فكرة لما ندخل في ليفل 3. دي قصة في ايه بقى؟ لما يسألنا عن الكونكشن تايم اوت، معناها انه بيقول لي انت عايز افضل احاول، افضل انا كسيكوال سيرفر انجن افضل احاول اكونكت على الداتا دي في قد ايه؟ ماكسيموم قد ايه بقى؟ كام ثانية؟ 15 ثانية. يعني انت يا اما تدخل على طول، يا اما لو البيانات اللي انا كاتبها لك دي فيها غلط تفضل تعمل محاولة لمدة معينة اللي هي 15 ثانية. انت ممكن تبقى كاتب كل البيانات صح، بس السيرفر بتاعك مقفول دلوقتي، انت مش هتعرف تكونكت عليه، مش هتعرف تكونكت عليه. وصلت كده الفكرة؟ والانكريبتد كونكشن طبعا ده كل الكلام دوت ايه؟ طبعا انكريبتد كونكشن انت بتعمل اتصال ايه، مشفر او غير مشفر، ده على حسب ما تحب. المهم انا دلوقتي هلم الشاشة زي ما كانت كده واقول له ايه، اقول له كونكت. كده اعتبرني بقول لك ويلكم تو سيكوال سيرفر 2005. تمام، دلوقتي انت وصلت للمانجمنت ستوديو. تمام، اهو مايكروسوفت سيكوال سيرفر مانجمنت ستوديو الخاص مين بالفيرجن او الـ بالفيرجن بتاع 2005. لو افتكرت انت شكل الفيجوال بيزك من فتره لما كنا في ليفل 1 وكنا بنتكلم على الفيجوال بيزك دوت نت 2008، تمام، كنا مقسمين الشاشه كده من هنا، في هنا حاجه على الشمال على اليمين اسمها سوليوشن اكسبلورر، ومن تحت خالص في حاجه اسمها بروبرتيز ويندو، وعلى الشمال كده كان في حاجه اسمها تول بوكس، ومن فوق كده كان في ايه حاجه اسمها المنيوز، وفي النص طبعا ده زي ما كنا بنقول كده ايه مربع العمليات. تمام، هنا في كلام مشابه، هنا هلاقي البروبرتيز ويندو على مين، على اليمين في المنطقه دي، وهلاقي الاوبجكت اكسبلورر بقى مش سوليوشن اكسبلورر، اوبجكت اكسبلورر على مين، على الشمال، والمنيوز والكومنتس بتاعتي موجوده فوق اهي. تمام، تعالى كده نبدا نتطلع او نبدا نشوف كل ايتم من التري اللي قدامي دي عباره عن ايه. انا لو لميت التري دي خالص كده، اول حاجه مكتوبه قدامي بيقول لي دلوقتي انت في سيكوال سيرفر 2005 في حاله الران، يعني انت شغال ما دام السهم الاخضر ده كده، سهم البلاي ده معمول كده، اذا كده انت فعلا كونكتد على السيرفر. تمام، لان انا ممكن بكل بساطه اعمل كده واقول له ايه بوز. تمام، هيقول لي انت فعلا عايز توقف السيرفر، اقول له اه وقف، وقف السيرفر بالشكل اللي قدامك ده، فاتغيرت العلامه بقت ايه، بقت بالشكل التالي. تمام، لا ارجع بقى اقول له ايه، اقول له ريزيوم، رجعه لي بقى زي ما كان. اتمبتنج تو ايه، تو ريزيوم ذا فولوينج سيرفر. تمام، فبيقول لي انت واقف والله على السيرفر اللي اسمه نايل، الانستنس او النسخه اللي اسمها سيكوال 05. تمام، وانت كونكتد على السيكوال سيرفر فيرجن 9.0.1.399 اس اليوزر نيم اللي انا داخل بيه اللي هو مين، سيستم ادمنستريتور او اس اي. لو فتحت الشجره دي كده هلاقي عندي ايتم من ضمن الايتمز بتاع الشجره اسمه داتا بيسز، وعندي ايتم تاني اسمه سكيورتي، وايتم اسمه سيرفر اوبجكتس، وعندي ايتم اسمه ريبليكيشن، وعندي ايتم اسمه مانجمنت، وعندي ايتم اسمه نوتيفيكيشن سيرفيسز. تمام، اللي انا هشتغل عليه كويس خالص الداتا بيسز والسكيورتي والمانجمنت. بالاخر ده اللي انا هشتغل عليه، سيرفر اوبجكتس. ممكن اشتغل انا على السيرفر اوبجكتس عشان موضوع الباك اب، تمام، والتريجرز مانجمنت والكلام ده كله، خلاص الباقي ده كله انا مش هشتغل عليه. تمام، وبالتحديد كمان اللي انا هشغلك عليه كويس خالص مين، الداتابيسز واللوجنز، لان انا طبعا انا يهمني ان انت تشتغل على الايتم الخاص بالداتابيسز ده كويس خالص. تمام،
دلوقتي المفروض ان انت ألميت ببعض الاسس. انا المفروض دلوقتي ان انا بس اوريك المنيوهات دي، المفروض تكون حضرتك شفتها كويس. انا لو دخلت على الفايل يا اما بعمل كونكت يا اما ديسكونكت. طب السؤال اللي انت بتسأله لنفسك، هل انا ينفع كونكت على اتنين انستنس في نفس الوقت؟ يعني انا من شوية عملت كونكت على الديفولت انستنس اللي عندي ساعة ما كتبت لك نايل، وجيت بعدها رحت عملت ديسكونكت ورجعت عملت كونكت تاني عشان اكونكت على مين؟ على نايل باك سلاش سيكوال 05. طب انا ينفع الاتنين يتحطوا تحت بعض، افتح الاتنين في نفس الوقت؟ انا دلوقتي كونكتد على مين؟ على نايل باك سلاش سيكوال 05. لو جيت قلت له فايل وكونكت اوبجكت، تمام اهو تاني اهو كونكت اوبجكت اكسبلورر، تمام، وجيت قلت له كونكت لي على نايل بس. طب من نايل المره دي مش هكتبها كده، هكتبها كده تمام، وادي الباسورد. شوف بقى اللزازه عمل ايه دلوقتي. دلوقتي هو كونكتد على مين؟ بص ادي الاتنين تحت بعض اهو. انت كونكتد على المكنه اللي اسمها نايل باك سلاش سيكوال 05 سيكوال سيرفر فيرجن 9، تمام، اللي هو فيرجن 2005. 2005 بيبدا بكام؟ ب9. ولو رجعت على الانستنس اللي مفتوحه تحتها او الكونكشن اللي مفتوح تحته، ايه هو؟ انت كونكتد على المكنه الحاليه بدون انستنس، انت كونكتد على الديفولت انستنس بتاع المكنه دي اللي انت بتشتغل من عليها، بس بسيكوال سيرفر فيرجن كام؟ 8 اللي هو 2000. بص بقى دي ليها قواعد بياناتها ودي ليها قواعد بياناتها. دي عندك داتا بيس اسمها 1 2 3 وداتا بيس اسمها هيدبوس وداتا بيس اسمها نورث وين وهكذا بقى وانت شايف. وعندي هنا ايه في الداتا بيسز؟ ما عنديش غير حاجه اسمها ريبورت سيرفر دولار ساين سيكوال 05، دي داتابيس بتاع السيرفر نفسه ملناش دعوه بيه، اعتبروها مش موجوده، تمام. طيب انا لو جيت هنا وقلت له ديسكونكت بيعمل لي ديسكونكت، لو جيت على نيو بيقول لي بقى انت عايز تعمل نيو بروجكت ولا نيو كويري ولا ولا ولا، الكلام ده كله هنشوفه قدام، تمام. في الايديت طبعا مفيش اي حاجه، ممكن اعمل ريبليس وفايند الكلام دوت في كود، الكود اللي هكتبه جوه السيكوال سيرفر نفسه او الستورد بروسيجرز نفسها. عندي شويه تولز، تمام، عندي طبعا السيكوال سيرفر بروفايلر دوت، ده يمثل اختراع من ضمن الاختراعات اللي موجوده في الدنيا. البروفايلر دوت اختراع في حد ذاته، تمام. ده ان شاء الله ممكن لو جه وقت في المحاضرات، بس مش الفيديو، المحاضرات اللايف اللي في الكورس ممكن ان شاء الله نتكلم عنه. يهمني دلوقتي ان انت تبدا بقى تتعامل مع السيرفر. فاول خطوه انت هتبدا تتعامل فيها مع السيرفر دوت ان انت تعمل ايه؟ تبني او تبيلد داتابيس. طبعا انا هشتغل، يعني انا هفصل لك الانستنس دي خالص، اقول له ديسكونكت، طيرها خالص، هشتغل مع الانستنس اللي اسمها نايل باك سلاش سيكوال 05. عشان تعمل داتابيس جديده تعمل ايه؟ هتيجي كده على داتابيس ورايت كليك وتقول له نيو داتابيس. بص عندك نيو داتابيس وعندك اتاتش وعندك ريستور وعندك ريستور فايلز اند ايه فايل جروبس وعندك ريفريش. كل واحده من دول لازم نتكلم عنها. هنبدا في الاول بنيو داتابيس. ايه موضوع النيو داتابيز ده؟ النيو داتابيز ده تول او اوبشن او كنترول بيمكنني من ان انا ابني داتابيز جديد، تمام. هنعمل داتابيز اسمها وليكن سكول، اوكي، هنعمل داتابيز اسمها سكول. بيقول لي الاونر بتاع قاعده البيانات، مين الاونر ده؟ مالك قاعده البيانات. تعالى كده ندوس، انا معرفش اي حاجه كأن انا بشتغل معاك لاول مره، تعالى كده نشوف الدنيا فيها ايه، تمام. فبيقول لي انت هتسلكت ذيس اوبجكت سايبس، تمام، ولا انت هتجيب لي اسم الاونر من هنا. تعالى نجيب اسم الاونر من هنا. فانا عندي البيلت ان ادمنستريتورز، عارفين مين ده؟ مين ده؟ ده المفروض
جاي معايا منين؟ جاي معايا من الويندوز نفسه او من الاوبريتنج سيستم نفسه. ودوت يوزر تاني، ما هو بلت ان اهو يا جماعه، وده يوزر تاني خاص بحاجه اسمها ASP.NET. اما اليوزر بتاعي مين؟ ال SA. تمام. المهم طبعا انا الخطوه دي انا ما بعملهاش، انا بسيبها ياخد الديفولت بتاعه. خلاص. عندي دلوقتي نوعين من مين؟ يعني ده الداتابيس فايلز. انا المفروض بعمل حاجه اسمها قاعده بيانات، يطلع لي هو حاجه اسمها داتابيس فايلز او داتابيس فايلز، ملفات قاعده البيانات. افهم من كده ان السيكوال سيرفر بيطلع لي اكتر من فايل لنفس الداتابيس، اكتر من فايل لنفس مين؟ لنفس الداتابيس. فعلا السيكوال سيرفر بيطلع فايل اسمه الداتا فايل، وبيطلع فايل تاني اسمه اللوج فايل. يعني الداتابيس هل هي بيحصل لها شرينك على ملفين؟ يعني بتتقسم على ملفين؟ لا، قاعده البيانات هي فايل واحد بس. ولكن قاعده البيانات بتتكون من ملفين، مش مقسومه لملفين، بتتكون من ملفين. فانا لو جيت في الجدول اللي قدامي ده فكاتب لي ان اللوجيكال نيم، طبعا هكلمك دلوقتي على اللوجيكال نيم والفيزيكال نيم. اللوجيكال نيم بتاع قاعده البيانات اسمه ايه؟ اسمه سكول. تمام. وده الكلام ده بتاع اول فايل. والفايل تايب انه نوعه داتا فايل، وانه تابع للفايل جروب اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها برايمري. تمام. الانيشال سايز، السايز اللي بدا بيه كام؟ 3 ميجا بايتس. تمام. الاوتو جروث انه هيعمل زياده ب 1 ميجا بايت. تمام. بزياده غير مقيده. تمام. الباث، المفروض الفايل اللي طلع اللي اسمه سكول ده ليه باث على الهارد بتاعك، ليه مسار محفوظ فيه. قاعده البيانات دي عباره عن ملف، والملف دوت اكيد ليه مكان على الهارد، مش موجود في الهواء. اللوجيكال نيم اسمه سكول، اما الفيزيكال نيم هو الباث. والباث هنا المفروض انه بيسالك انت عايز تحط قاعده البيانات دي فين. تعالى كده قول له مثلا براوز، هيظهر لك بالشكل التالي اللي قدامك ده. تمام. وهيبدا يسالك عن مين؟ عن حاجه اسمها اللوكال فولدر، انت بقى عايز تحط مين، تحط الداتابيس دي فين. بص هو هنا بيسالك عن ايه، بيقول لك لوكيت، سوري، لوكيت فولدر، حدد الفايل، وبيقول لي ان انت واقف على السيرفر اللي اسمه نايل او المكنه اللي اسمها نايل، بس داخل انستنس سيكوال 05. بص بقى دلوقتي انت المفروض هتعمل ايه؟ هتحدد الفولدر اللي انت هتحط فيه الداتابيس بتاعتك. سي مثلا انت هتحط الداتابيس على السي، هتقول له كده. اذا دلوقتي خد بالك ان دلوقتي مش الداتابيس اللي هتتحط على السي، ده الداتا فايل او البرايمري فايل بتاع الداتابيس هو اللي هيتحط فين؟ على الباث ده. اذا المفروض الباث التاني، الفايل التاني يتحط جنبه. طب هو ينفع دوت يبقى في مكان وده يبقى في مكان؟ اه ينفع، بس انت الاسلم لك كل حاجه تكون جنب بعضها. تمام. مين بقى اللوك فايل ده؟ تعالى كده نتكلم عن اللوك فايل. مبدئيا الاكستنشن نيم او الامتداد بتاع قاعده البيانات او الداتا فايل اسمه دوت ام دي اف، حتى هوريك الفايل لما ينزل على الهارد هيبقى نظامه ايه. اما اللوك فايل بيبقى دوت ال دي اف، يبقى سكول اندرسكور لوك دوت ال دي اف. تمام. مين بقى اللوك فايل ده؟ اللوك فايل دوت ملف بيتم تسجيل فيه بعض المعلومات عن العمليات اللي بتتم على قاعده البيانات. تمام. فايل شأنه شأن اي فايل في الدنيا، الانيشال سايز بتاعه بيكون 1 ميجا طبعا، باي 10 او باي 10% من حجمه زياده، طبعا زياده غير مقيده،
والفيزيكال باس بتاعه او الفيزيكال نيم بتاعه موجود على السي. اخلص وبدوس مين، بدوس اوكي. ارجع هنا ادي الداتابيس بتاعتي، الداتابيسز اللي عندي اللي موجوده على السيرفر او موجوده بمعنى اصح الانستنس دي. بس تاخد بالك دايما وانت بتكتب الانستنس ان السلاش مايله شمال مش مايله يمين، تمام؟ المهم تعالى كده على سكولز، افتح بقى سكول دي وهتلاقي ان الداتابيس بتاعتك اتقسمت للاقسام الافتراضيه دي. ايه الاقسام دي بقى؟ عندي حاجه اسمها داتابيس دياجرامز، وحاجه اسمها تيبلز وفيوز والمرادفات، تمام، او ما يسمى بالسينونيمز، تمام. وعندي بعد كده حاجه اسمها بروجرامابيلتي، تمام، ده برضو حاجه هنتكلم فيها قدام مع الستورد بروسيدجرز. والتاني دوت هنسيب الكلام ده مؤقتا، ولكن انا اللي يهمني الدياجرامز واللي يهمني التيبلز والفيوز والبروجرامابيلتي فقط، تمام. المفروض دلوقتي انت مؤقتا كده عرفت يعني ايه داتابيس، وعرفت ازاي تعمل كرييت لداتابيس، تمام. في السيشن اللي فات انا دخلتك وعرفتك يعني ايه سيرفر. في السيشن ده المفروض ان انت جيت هنا وعرفت يعني ايه سيكوال سيرفر، ويعني ايه انستنس، ويعني ايه يوزر، وازاي تلوجن على السيرفر، تمام، ومفهوم الجهاز ازاي جهاز عادي يتحول معايا لسيرفر بشكل طبيعي، وايه الكونتنتس او المكونات بتاعت الداتابيس من ناحية مين، من السيرفر، تمام، بالشكل اللي قدامك دوت. ووريتك ازاي تكونكت على اكتر من سيرفر لغاية السيشن اللي احنا فيها دي. كده ان شاء الله انت المفروض ان السيشن اللي جاي على طول هبدأ اخليك بقى تكريت او تبني الداتابيس نفسها من حيث الجداول، ومن حيث من اكتر من حيثية يعني، ومن اكتر من زاوية، تمام. وازاي نبدأ نلعب شوية في ريليشن شيبس، ويعني ايه كلمة اساس ريليشن شيب او علاقة ما بين جدول والتاني، وازاي ابني تيبل، وازاي اعمل عليه فيو، وازاي اسلكت داتا معينة، وازاي بقى هبدأ اتعامل مع لغة الترانزاكت سيكوال او التي سيكوال او التي ستراكتشرد كويري لانجويج، تمام، واللي هي طبعا كانت في المحاضرة بتاع التي سيكوال ديت لو تفتكرها، تمام، اللي هي الريتريفنج داتا. ولكن كل اللي عايز اقوله لك ان انت المفروض لما هتفتح السيرفر عندك اربع قواعد بيانات موجودين بشكل افتراضي على السيرفر. ففي قاعده بيانات اسمها ماستر، وقاعده بيانات تانية اسمها تيم دي بي، تمام، وقاعده بيانات تالتة اسمها ايه موديل، وقاعده بيانات اسمها ام اس دي بي. بالراحه كده هو بيقول لي اساسا المفروض ان انت اول ما هتركب السيكوال سيرفر توجد مجموعه من قواعد البيانات المتواجده بشكل افتراضي عند كل مره يتم فيها تركيب السيكوال سيرفر. المفروض ان انت بتسال ايه دي، تمام. هي طبعا قواعد البيانات دي انا دخلت لك دلوقتي على سيكوال سيرفر 2000، هوريك دلوقتي الدنيا عامله ازاي فيه. ده سيكوال سيرفر 2000 على فكره، حاجه اسمها انتربرايز مانجر، يعني مشابه كده لمين، للمانجمنت ستوديو بتاعنا احنا. بص كده هدخل في الداتابيسز، بص بقى عندي الداتابيس اللي اسمها ماستر، والداتابيس اللي اسمها موديل، والداتابيس اللي اسمها ام اس دي بي، وبرده الداتابيس اللي اسمها تيمب دي بي، تمام. من اهم قواعد البيانات اللي هي قاعده البيانات ماستر دي، من اهم قواعد البيانات المتواجده على السيرفر، وذلك لاحتوائها على جميع بيانات المستخدمين للسيرفر، من حيث بقى كلمات السر والبرميشنز اللي هي الصلاحيات، كما يتواجد بها اماكن تخزين البيانات على القواعد الاخرى، ويتوفر بها ايضا اعدادات السيرفر واعدادات قواعد البيانات ورسائل الخطا. بقى الكلام ده اول حاجه هو بيقول لي اساسا بتحتوي على جميع بيانات المستخدمين، كل اليوزرز بقى اللي زي الاس اي وزي اليوزرز اللي انت هتنشئهم وتكريتهم بعد كده ليهم لوجنز وليهم باسوردز. المفروض ان الحاجات دي بتتخزن عشان يتم الرجوع ليها والتحقق منها. بتتخزن فين؟ في الداتابيس ماستر طبعا بشكل مشفر، بحيث انه يمنع اي متطفل انه يدخل ويشوف الدنيا جوه ماشيه ازاي، تمام. برضه مسجل البرميشنز بتاعت كل يوزرز وبتاع كل اليوزرز وبتاع كل الجروبس اللي تابعين ليها اليوزرز. الكلام ده هنشرحه قدام.
كما يتواجد بها أماكن تخزين البيانات على القواعد الأخرى، ويتوافر بها أيضا إعدادات السيرفر. كل سيرفر في الدنيا ليه شوية أوبشنز، أنا بعدل الأوبشنز بناء على حسب شغلي، طبيعة شغلي، وأنت بتعدل برضو إعدادات السيرفر بتاعك بناء على طبيعة شغلك، تمام. وإعداد أو إعدادات قواعد البيانات، قواعد البيانات نفسها ممكن يكون ليها أوبشنز خاصة بيها، والإيرور مسج اللي المفروض بتظهر لي. انت لو تلاحظ بعد كده قدام، لو جيت لما بتيجي بتغلط وانت بتكتب كود معين، بيقول لك ان المسج دي رقم كذا، والنص بتاع المسج دي اسمه كذا، تمام. كل الحاجات دي متسيفة فين؟ جوه الداتابيس اللي اسمها ماستر. التمب دي بي يتم انشاء هذه القاعدة بمجرد تسجيل الدخول للسيرفر. يعني انت اساسا السيكوال سيرفر معلوش تمب دي بي، اول ما بتعمل كونكت بيحصل ايه؟ بتتكريت التمب دي بي، يتم حفظ البيانات المؤقتة اللازمة لتسجيل الدخول وتشغيل قاعدة البيانات وتشغيل الاستعلامات والإجراءات. كلام طبعا واضح. قاعدة البيانات اللي اسمها موديل، حتى من إنشاء من اسمها كده، بتستخدم في إيه؟ في إنشاء قواعد بيانات جديدة. يعني هي أساسا بتحتوي على نماذج لإنشاء قواعد بيانات أخرى. فعند إنشاء قواعد جديدة يتم استيراد خصائص القاعدة موديل لمين؟ للقاعدة الجديدة، زي ديفولت اوبشنز كده او ديفولت سيتنجز، تمام. الام اس دي بي هذه القاعدة تحتوي على جميع الوظائف والاوامر اللي بيستخدمها السيكوال سيرفر انجن، السيكوال سيرفر نفسه، في تنفيذ وظائفه والاوامر اللي بيرسلها مين؟ المستخدم. يعني انت جيت كتبت جملة استعلام او كتبت امر سيكوال معين مثلا زي سيلكت، تمام، او مثلا انسيرت انتو او ابديت، السيكوال سيرفر انجن بيترجم الحاجات. اعتبر ان الجمل دي او الام اس دي بي تعتبر مثلا زي ايه، اعتبرها زي كومبايلر كده، تمام. عنده شوية وظائف وشوية اوامر هو بيستخدمها عشان ينفذ لك بيها الشغل اللي انت او الاوامر اللي انت بعتها له عشان تتنفذ، تمام كده. انا برضو بوضح لك الامور في كل سيشن عن التانية كده، المفروض ان دماغك تكون اتفتحت معايا كويس. ان شاء الله باذن الله من السيشن الجاي هنبدأ نشتغل على الداتابيس بشكل عملي، ونكري التيبلز، ونبدأ نكونكت عليها، او بمعنى اصح نبدأ نريتريف منها داتا، ونبدأ نانسيرت جواها داتا عن طريق السيكوال سيرفر نفسه لحين الوصول لليفل 3، عشان نبدأ نعمل كل الشغل دوت من خلال الفيجوال بيزك نفسه. اوكي، ارجو بس ان حضرتك تراجع التو سيشنز دول كويس وتنفذهم كويس جدا، لان هم فيهم برضو ماتيريال او مادة علمية ممتازة، تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.